for inviting us here in Sudan. Well, the main purpose of the conference today is just basically to introduce the new branding called Coral. I mean, Coral has been on the market for now since 2003. However, it has been only in Sudan for the past 5 years. We started in these properties actually in 2009. The company, after 11 years, has decided basically to rebrand the Coral brand identity, and we are here today in Sudan to introduce actually the new brand identities and obviously the upcoming changes at the Coral Port Sudan, which has been here as an opportunity, first of all, to be here, to be in Sudan. It's always a pleasure because we are always welcomed by the local community, and it is absolutely a great chance also for the Coral Khartoum to be the locations where we are going to actually announce that brand. What do you say about our Sudanese customers? Well, Sudan is a very special place, and unfortunately I think that Sudan has a deficit when it comes to the image, and everybody thinks that Sudan is a very dangerous country. You know, why am I coming to Sudan? And I'm the first one to say, you know, come to Sudan, come to Khartoum, come to Port Sudan, you will see how beautiful, you know, Sudan is. No, this is my third visit already, so I'm quite familiar with the country now. I don't know it very, very well, but I'm quite familiar and I feel very at ease, I feel very safe. I'm always very welcome, and when I come here, it's like I'm back in the family. But unfortunately, this is not the image of Sudan outside the country, and therefore we are here to promote Sudan, to promote our hotels, but also to promote also the tourism industry, which Sudan has a lot to offer. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح محمد علوب مدير عام فندق قرار خرطوم قرار بورت السودان. الحقيقه نحن اليوم سعيدين جدا بهذه التظاهره في اعلان العلامه اللوجو الجديد لكورال شركه كورال العالميه. وشركه كورال شركه مساهمه اماراتيه مقرها الرئيسي في دبي، ولها فروع في السودان، فرع في الخرطوم وفرع في بورت السودان وفرع في نياله، وقريبا سيتم افتتاح فرعين في السودان ان شاء الله. الحقيقه الان نحن باعلان اللوجو الجديد او العلامه التجاريه الجديده بنطمع بانه يكون الشركه اكثر تطورا، و يعني تعتمد اكثر على التكنولوجي، و يعني يكون مواكبه مع الشيء الحاصل في العالم كده. والحقيقه كورال يمكن العلامه التجاريه الجديده يمكن اناونسنج جديد لكورال بمعنى الكلمه يعني، وكانت العلامه القديمه اتغيرت العلامه على مستوى العالم اللي هي في دبي وفي الخليج وفي الدول العربيه كلها، والان بتمتد للسودان. نحن يمكن الدوله الاولى في بالنسبه لكورال في افريقيا، واللي من السودان حينتشر ان شاء الله تنتشر كورال في الدول الاخرى الافريقيه، ويمكن السودان كاكبر بلد في افريقيا يعني، وفيه بوتنشل بتاع سياحه عالي جدا، وبالتالي جاء تركيز شركه كورال على السودان بانه يكون نقطه انطلاق نحو افريقيا ان شاء الله يعني. وبهذا التغيير بيكون نحن نهدف للربط بتاع الشركه يعني بالتكنولوجي الحديثه والقنوات التوزيع للعمل والحجز وكده، ويكون في سهوله لانه مع التوسع الشاسع ده في المساحات يكون في توزيع سهل لكل الامكانيات بتاعت الشركه لخدمه الزباين اللي هو جاي لشركه كورال والافرع الاخرى من الشركه اللي هي حيعلن عنها في حين ان شاء الله يعني. هي اربع براندز تكون شركه هوسبيتاليتي مانجمنت هولدنج، منها كورال واحد منها اكبر فرع، ومنها ايوه، وعندنا ان شاء الله حنفتح ايوه نايل تاور وايوه فور سودان. تتم الحصيله 5 فنادق في السودان، وعندنا ايكوس وعندنا كورب وعندنا ايوه، اللي هو اربع براندز ان شاء الله لشركه الله يخليكم.